أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا اقتصادية. هل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي يعاني منها المواطنون حقيقة أم مفتعلة؟ وهل الأمر يعود إلى خلل هيكلي يعاني منه السوق المحلي؟ أم أن السبب الحقيقي هو غياب أو إخفاق السياسات الاقتصادية؟ ماذا عن تكامل الأسواق العالمية في ظل العولمة الاقتصادية؟ وما هو الدور الذي لعبه الانتهازيون ومقتنص الفرص في حدوث الأزمات الاقتصادية؟ بل يحق لنا أن نتساءل لماذا يتكرر حدوث الأزمات الاقتصادية بشكل موسمي دون أن نتعلم ونصل إلى آلية تحمي المواطنين من الابتزاز والاستغلال؟ وهل حدوث الأزمات بشكل متكرر ومتسارع يعود إلى غياب الشفافية والمحاسبة؟ وما هي وسائل العلاج المقترحة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتكررة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي؟ هل التوسع في تخصيص النشاطات الاقتصادية يعتبر حلا ناجعا للخلل في عرض السلع في الأسواق؟ أم أنه لا بد من وجود آلية لمكافحة السلوك المستغل لدى العديد من أفراد ومنشآت القطاع الخاص؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير حول موضوع الأزمات الاقتصادية المتعاقبة حقيقة أم مفتعلة أطرحها على ضيفي في الاستوديو، سعادة الدكتور محمد بن هذلول الهذلول، عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا بك يا دكتور محمد. وضيفي الآخر سعادة الأستاذ تركي بن فيصل رشيد، رئيس مجلس إدارة شركة الأعشاب الذهبية وكاتب في جريدة الوطن. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. هلا، نرحب بك في هذه الحلقة وبالضيف الآخر الدكتور محمد. لعلي أبدأ بك أستاذ تركي. تابعنا في الفترة الماضية سلسلة من الأزمات، لا تنتهي أزمة حتى تبدأ أزمة أخرى، ابتداء من أزمة الدقيق مع بداية الصيف، أزمة المياه والكهرباء، أزمة الديزل في المناطق الشمالية. يعني كأن هناك سلسلة يعني ورتابة ونسق معين في هذه الأزمات، هل توافق هذا الطرح؟ 100%. نعم. يعني اللي حقيق بكل أسف اللي صاير عندنا أزمة وراء أزمة، وإذا بغينا نقيس من السهولة أنك نطرح اللوم على أي جهاز أو أي نوع من الناس أو التجار أو نقص هنا أو نقص هناك، لكن إذا بغينا ناخذ المعايير أتوقع أفضل المعايير المتاحة الآن لدينا معيار طرح قبل 4 سنوات والآن هو معيار عالمي، نسبة فشل الدولة، وهو مقياس الدولة، مقياس الفشل لكل دولة، 177 دولة. السعودية ترتيبها، أو قبل أن نتكلم عن السعودية، يقسم إلى 4 أقسام، ألا وهي المناطق الحمراء اللي هي منطقة خطيرة بكل أسف في 3 دول عربية فيها، وبعدين المناطق البرتقالية، وبعدين المناطق الصفراء وفيها كل دول الخليج ما عدا السعودية، والمنطقة الرابعة اللي هي المنطقة الخضراء ولا توجد فيها أي دولة عربية. نعم، وبالتالي وجود هذه الأزمات هو نذير عن فشل في تقديم الخدمات والسلع الأساسية. يوجد 12 معيار. نعم. لهذا المعيار اللي هو الدول الفاشلة، من 12 معيار اللي هو تقديم الخدمات. هذه الأزمات الدولة إذا كانت مهيئة ل الشيء الغير متوقع، نقول شيء خارج عن المألوف، نقول شيء كارثة، نقول شيء مصيبة، هنا يوريك دور معيار الفشل لكل دولة. نعم، من نواحي علمية. نعم. نعم. دكتور محمد، علي انتقل لك الآن. بدأت تخرج رهاصات لهذه الأزمات الاقتصادية، ففي الأسبوع الماضي كان هناك طروحات عن رجال أعمال بدأوا يستثمرون في قطاع العقار في دول أجنبية لأن مواد البناء ليست متاحة، الأسعار مرتفعة، ولذلك من الأزمات الأخرى. وأيضا في قطاع السياحة، في كثير من الأشخاص الذين استثمروا مبالغ طائلة في السياحة وجدوا أن أزمة المياه بدأت تؤثر بحيث السياح لم يعدوا يأتون. بالتالي كيف تقيم الكلفة الاقتصادية لهذه الأزمات؟ لا شك يعني بس يبي لنا قبل ما ننطلق في هالحديث، يعني يبدو يجب أن لا ننسى البعد الدولي لكل الأزمات الموجودة، خاصة الأزمات الاقتصادية على وجه التحديد. هذا لا يعني أنه هناك نوع من القصور، هناك نوع من يمكن أن نسميه عدم ترتيب الأولويات بشكل صحيح، وهذا يشترك فيها الحقيقة ليس فقط الحكومة لكن أيضا المجتمع مسؤول
عن معظم أو جزء كبير مما يحدث لتقبله مثلا قضايا السياحة أو هذا يأخذ وقت ليحدث. فالأزمة كأزمة، إذا نظرت الأزمة نقول أزمة متتابعة ولا جل ما يعني يمكن نتحدث عنه، أو الأساس اللي نتحدث عنه يجب أن نعرف من نحن كاقتصاد. في المقام الأول نحن نعتمد على إيرادات النفط، كل ما يجري في المملكة العربية السعودية يعتمد بشكل أو بآخر على إيرادات الحكومة من النفط، هي المحرك الأساس للاقتصاد، فهي تتبع هذه الدورات. من ثم في أوقات اللي يصير فيها هبوط مثلا في الأسعار نجد هناك شح في المخصصات المالية، شح في التوظف، شح في هكذا، نبدأ ينتج عندنا نوع من الأزمات. في أوقات الرخاء زي ما هو موجود الآن نجد الحكومة تنفق بسخاء لإعادة هيكلة الاقتصاد أو لتحقيق هالمعادلة اللي دائما نتحدث عنها، الاستقلال عن النفط كمصدر أساسي للدخل. ومن ثم يبدأ ضغط الأسعار، يبدأ ضغط الاختناقات الأخرى. فهذه كلها الحقيقة يجب أن لا تفصل، وفي ذهني يجب أن لا تفصل عن، يعني أنت دكتور كأنك تقول بأن الأزمات الاقتصادية التي تحدث عنها الآن كأنها عرض جانبي، أليس كذلك، للسياسات الحكومية؟ لا هي ليست عرض، هي بالضرورة حادثة. هي في أي دورة، إذا نأخذ نظام الدورات دائما الدورات الاقتصادية تشوفها في أي مكان، أي نظام اقتصادي حر حكاية الدورات الاقتصادية موروثة فيه. نحن لسنا اقتصادا مستقلا، نحن اقتصاد بمقاييس اقتصاد يسمى اقتصاد مكشوف، نحن نعتمد على العالم، ليس لدينا قوة دافعة ذاتية حتى اليوم لتخلق منا اقتصاد متحرك بذاته. فكل ما نعتمد عليه هو ما يأتي من هالإيرادات، هذه الإيرادات تحرك عجلة الاقتصاد، ومن ثم في اللي نسميه في وقت الهبوط تخلق نوع من الاختناقات، في وقت الرواج تخلق نوع من الاختناقات. فأعتقد أننا سنستمر نعاني بدرجات متفاوتة حتى نبدأ نصحح مسار الاقتصاد. أستاذ تركي، هناك من يقول، هناك طروحات تقول بأن هذه الأزمات أصلا موجودة في فترة السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، لكنها لم يسلط الإعلام عليها الأضواء، هل توافق مثل هذا الطرح؟ كلام الدكتور محمد، كوني أعتمد على سلعة البترول، كوني أحط نفسي أنا بالكورنر وبعدين أقول وش أقدر أسوي، بمعنى العقارات، الرهن العقاري، العقار، أسواق العقار، هذه كلها سوق محلي ما تحركنا فيها خلال 20 سنة الماضية. هنا في أشياء سياسة البدوي اللي هو إلى جاك الربيع انعم، وعقبني لا خلص الربيع اركب جملك وراح وخله، هذه بكل اسف لا تزال متاصله في مجتمعنا. جا البترول، اعطيكم مثال بسيط، لما كانت عندنا طفره البترول في السبعينات انهار السوق فتوقف كل شيء، كانت هنالك مطالبات من وزاره الماليه لعمل مشاريع عقاريه بعشرات الملايين، ان لم نقل بالاف الملايين، كان المطلوب من الدوله وزاره الماليه استمسكت انها تعطيك خط اعتماد وبس علشان تعمل مشاريع، كانوا رجال الاعمال يطلبون انه لا يجب ان تضمن بسندات بصكوك علشان تتحرك عجلة الاقتصاد. هذا لما كنا في نهاية الثمانينات بداية التسعينات رفضت وزارة المالية، فإذا يجي البترول الدولة تضخ ضخ ضخم في مشاريع مختلفة كثيرة، ينتهي البترول نقوم نحجم ونرجع نفس الاسطوانة من جديد. بمعنى خلاصة كلامي انه في قطاعات ليس لها دخل بالنفط وقد نشتغل فيها يعني بكل ما أوتينا من قوة، ولكن القوانين تقف عثرة أمام هذا النمو وليس له دخل بالبترول. نعم، لكن هل توافق بأن هذه الأزمات أصلا موجودة في السابق وكانت تحدث لكن لم يتم التسليط عليها؟ نعم، الأزمات قائمة. نعم. من زمان، وجود الإنترنت، وجود التلفزيونات، وجود الفرد المواطن بحيث أنه يقدر يشارك بصنع القرار. نعم. أي واحد الآن يقدر يسوي بلوجز وينشر، فهذه أعطى زخم.